الإطار التنسيقي بالوقت الحاضر جل اهتماماته بها جانب انتخابي، باعتبار أن الانتخابات على الأبواب. الانتخابات بالوقت الحاضر لطالما يعني وعد السيد السوداني من خلال برنامج الحكومي وجود هذه الانتخابات، حتى وإن لم تكن انتخابات تشريعية، أقصد انتخابات مجالس المحافظات هي أيضا انتخابات مهمة، وموضوع ارتفاع الدولار وانخفاضه له تأثيرات انتخابية وتداعيات على المواطن. لذلك يعمل يعني الإطار التنسيقي يحاول أن يضغط على السوداني لغرض تخفيض سعر الدولار في أسرع وقت. وأنا أتفق مع الدكتور علاء أن موضوع ارتفاع سعر الدولار في العراق هو ليس بمنأى عن ارتفاع الليرة اللبنانية أو التومان الإيراني، باعتبار أن الأزمة المعقدة هي ليست أزمة محلية فقط، هي أزمة إقليمية وأزمة دولية. فضلاً عن ذلك، موضوع ارتفاع الدولار هو لا يخرج عن فكرة وجود رسائل أمريكية للحكومة الحالية والحكومات المستقبلية، أن الولايات الأمريكية لديها أوراق ضغط ولديها تأثير واضح على موضوع العملة وموضوع الاعتبار أن الأموال العراقية هي دائماً ما تودع في البنك الفيدرالي. وهذا الموضوع هو طلب بطلب من الحكومة العراقية فيما سبق، باعتبار كان العراق لديه ديون، ولغرض الحماية والغطاء لهذه الأموال طلبت الحكومات السابقة واستمر هذا الطلب لغاية الآن. ولذلك أعتقد أن موضوع تهديد السيد السوداني من قبل قوى الإطار هو ليس رسمي أولاً. ثانياً حتى إن وجد فأعتقد هو طفيف، باعتبار أن السيد السوداني لغاية الآن لم يقم بإجراءات هي خارج الاتفاقات. لغاية الآن جميع يعني الإجراءات اتخذ من قبل السيد السوداني هي وفق برنامج حكومي. اما في المستقبل اذا ما استجدت بعض المسائل الكبيره مو بالامكان السيد السوداني الرجوع لقوى الاطار واداره الدوله لغرض المباحثه في هذه القضايا واخذ ارائهم حولها.